والذين قالوا بوجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة واعتبروا بطلان الصلاة إن لم يقرأها القارئ إن لم يقرأها المصلي يعتمدون على أحاديث كثيرة تدل على ذلك. من هذه الأحاديث ما رواه الإمام الربيع في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. والحديث قد أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخرجه البيهقي من طريق الإمام علي كرم الله وجهه. فالحديث يدل على أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هي صلاة غير صحيحة، لأن كلمة خداج تدل على النقص، وإذا كانت الصلاة ناقصة فهي غير مقبولة. ومن العلماء من يرى الحديث دليلا للقول المقابل لهذا القول، ولكن ذلك ضعيف، ويعضد ذلك ما جاء من سائر الروايات. من هذه الروايات الحديث الذي أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وفي هذا الحديث بحث طويل بين الذين يستدلون لهذا القول أو لذاك، وحاصل البحث يدور حول الذي يقدر في الكلام: هل يقدر لا صلاة كاملة أو يقدر لا صلاة مقبولة، أو يقدر لا صحة لصلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، أو يقدر لا كمال؟ ويقول القاضي عياض: إن الحديث لا يصح أن يحمل على الحقيقة، لأن الحقيقة وهي نفي الصلاة متعذرة، وبناء على ذلك فينظر فيما تدل عليه القرائن من المجاز، هل تدل القرائن على نفي الصحة أو تدل القرائن على نفي الكمال؟ وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن نفي الحقيقة ممكن وتعذره غير مسلم، وذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يقصد بكلامه بيان المعاني اللغوية، وإنما يقصد بيان الحقائق الشرعية. ونفي الصلاة الشرعية المقبولة من الحديث واضح. ثم قال بعد ذلك: لو سلم تعذر حمل الحديث على حقيقته فإن الذي يقدر من المجاز يلزم أن يكون ما هو أقرب إلى الحقيقة، والذي هو أقرب إلى الحقيقة نفي الصحة لا نفي الكمال، على أن الحديث يصح أن يقال فيه بأن النفي فيه يقصد به النهي، كما جاء ذلك في غيره من أقوال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. واستدل لذلك أيضا بروايات أخرى متعددة، منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بأنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب،
رواه أحمد وأبو داود عنه. وتعضد هذه الروايات التي ذكرناها روايات أخرى متعددة عن كثير من الصحابة ذكرها عنهم الشوكاني في نيل الأوطار، والذين يقولون بخلاف ذلك يتعلقون بعموم قول الله سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه، ويتعلقون أيضا بروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها لا تخلو من مقال أو يدخلها الاحتمال، كما يتعلقون بأثر روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى فنسي القراءة في صلاته، فقيل له بعد الصلاة فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قيل له حسنا، قال فلا بأس إذن. وقد أجاب الإمام الشافعي عن الاستدلال بالمروي عن عمر رضي الله تعالى عنه بجوابين، أولهما أن في سلسلة رواية هذا الأثر مقالة فقد طعن في بعض رواته، والجواب الثاني أنه يحمل على أنه نسي الجهر بالقراءة دون نفس القراءة. وصاحب المحلى وهو ابن حزم الظاهري يقول أن الأثر لا يقوى على معارضة الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه موقوف على صحابي، وما كان موقوفا على الصحابي فلا يقوى على معارضة المرفوع عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وهناك روايات أخرى تنفي الاحتمال، منها ما جاء في بعض الأخبار الصحيحة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب، وهذا صريح في نفي الإجزاء وهو يدل على نفي الصحة. أما الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة ولو في ركعة واحدة من الصلاة فهم يرون أن المطلوب قراءة الفاتحة لأن الحديث لم يقيد، وإذا كان الحديث مطلقا فالفرض يسقط بحصول ما يسمى قراءة للفاتحة، ولا يتعين تكرار الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولكن أجيب عن ذلك بأجوبة، منها أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وحديث المسيء صلاته وإن تعلق به القائلون بعدم تعين الفاتحة في القراءة نظرا إلى أنه في رواية الشيخين ورواية كثير من أئمة الحديث بلفظ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فإنه قد جاء في بعض الروايات ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ الفاتحة وما تيسر، كما جاء ذلك في رواية أبي داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم. وهذه الرواية المفسرة توضح الرواية المجملة التي رواها الشيخان وغيرهما، وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يدل دلالة واضحة على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وأيد هذا القرطبي من المالكية بما رواه ابن ماجة القزويني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال
لا تجزئ صلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب والسورة في كل ركعة. ولكن الحديث ضعيف عند أئمة الحديث، وإنما يعتقد ببعض الروايات الأخرى، على أن في رواية مسلم وغيره من أئمة الحديث ما يدل على وجوب قراءة ما تيسر من القرآن. فقد جاء في هذه الرواية: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فصاعداً.